الدين نقية. هذه قضية مهمة وقضية محورية، نحن يجب أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى. في أجواء الحوار، في الأجواء الهادئة، يمكن أن تدعون إلى الله، المنطق يمشي. ولكن في أجواء الحرب لا مجال للمنطق، المنطق بعد ما يمشي. هذه إحدى الأشياء التي يذكرها بعض المطلعين، يقولون هذه الحروب اللي الآن تشعل في الهند، المسلمين في الهند شريحة كبيرة لهم منطق، قوة المنطق، الإسلام عنده قوة المنطق، عنده الفطرة. إذا الأجواء تكون أجواء هادئة، هذا المنطق يمشي يؤثر. الهند في يوم من الأيام كانوا كلهم كفار، هؤلاء الذين أسلموا كيف أسلموا؟ بالحرب أسلموا؟ بالحرب ما أسلموا، بالمنطق والحوار والإقناع. فالقوى العالمية في كل يوم بين فترة وأخرى تشعل نار الحرب بين المسلمين والآخرين. عندما أكو حرب، عندما واحد أنتو فرضنا قتلتوا أبوه، هذا بعد ما يقعد وياكم على مائدة واحدة، هذا مو مستعد أن يستمع إليكم، هذا يريد يقتلكم. بعد هنا منهج الحوار ما يمشي، تتحول القضية إلى أحقاد. ففي كل يوم يشعلون حرب في منطقة حتى هذا الزحف الإسلامي يتوقف.